اسماعيل بن يونس بن يوسف ابو علي الديلمي، هذا في دكتور الفياضي استاذ الحديث الديلمي، هو هذا ابو علي، هو نكتفي. احد العباد الورعين المتقللين، يعني شنو المتقللين سيد الحجازي؟ من الدنيا؟ والزهاد المنقطعين، يعني العباد يعني ورع وتقلل وزهد وانقطاع، اربع خصال. ومن كراماته قال: اشتهيت حلوى وبلقت شهوتي الغايه، فخرجت من المسجد بالليل لابول، فاذا جنب جبت الطريق، فاذا جنب الطريق من الحلوى، فإذا جنبت الطريق من الحلوى، فنوديت: يا إسماعيل، هذا الذي اشتهيت، وإن تركته خير لك فتركته. سبحان الله، يعني نادى صوت ولا عن السكر.